معانا الشيخ هاني، ارجو ان نكون في حته فيها تليفون كويس. اهلا بيك شيخ هاني. شيخ هاني السلام عليكم يا سيدنا. مرحبا مرحبا، باخن باخن لك، تفضل يا شيخ هاني. الحقيقه يعني على عجاله سريعه كده، هذا الاخ من بأن كنا من الليلة اللي استضافوا فيها الأستاذ تامر أمين، وهو بدأ بعض الكلام اللي بيقوله أن أنا رحت ماليزيا، أول هام مسابقة ماليزيا لم تعقد إلا في شهر شعبان من كل عام. نعم. وقبلها بتبعت لكل دولة، مصر، قطر، البحرين، الكويت، اندونيسيا، سنغافورة، ابعتوا لنا مستوى من عندكم، وبعد ما تصفوا كده يمثل كل دولة، كل دولة تبعت واحد يمثلها. الكلام ده بتبدأ فعاليات المسابقة 15 شعبان حتى 27 28 شعبان. شعبان. الأخ شهر شعبان من كل عام. الاخ الفاضل كذب طبعا وقال ان انا رحت وجيت ومفيش اساس من اي مسابقه. اتصلت بالسفاره الماليزيه مع السفير، يا جماعه قالوا مفيش مسابقه خالص، انت عارف ان هي في شهر شعبان. اتصلت بوزاره الشؤون الاسلاميه قلت لهم، قالوا لي ما انت عارف ان كل سنه في شهر شعبان. فلما جيت اتصلت اول حاجه بفضيله حضرتك، لما كلمت حضرتك فبتقول لي انت متاكد من هذا الكلام؟ قلت انا متاكد من هذا الكلام وعلى استعداد ان انا اقوله في اي مكان. الحقيقه كان هيتكرم في الشيخ الازهر، هتكرمه والاوقاف قاعده ساكته وكل واحد ساكت، ولدرجه ان كان هو الولد بيطلع يقول ان الرئاسه هتكرمني. كل ده كده، كل ده كده مولانا. انا رجعت من ماليزيا عام 2010، طلعت مع فضيلتك في قناه ازهري، كل الحوار اللي انا قلته لفضيلتك في برنامج المجلس هو بالظبط قاله كله، جابوه كله وقالوه. الاستقبالات بيحبوا يسمعوا من هناك. احب ابين له كدبه ثانيه، هم الشيخ محمد صديق من شوع العين وعراسي، وهم بيحبوا يسمعوا فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل يا كذاب. الحته الثانيه ان احنا رحنا نعمل مناظره في قناه دريم. الحقيقه لقيته هرب علشان هو مش هيقدر يقعد في هذه المناظره اللي احنا كنا هنتكلم فيها، وبصيت لقيته ثاني يوم فعلا هيتكرم في مجلس الشعب ورايح مشايخ الازهر. كل ده كان كدب واسترفاء. بس انا معجب قوي يا شيخ هاني ان انت راجل ايجابي، ما قلتش يلا بقى انا مالي، يمكن حد من المسؤولين متستر عليه. لا، ما خفتش ولم تتاخر لحظه عن الادلاء بواجبك وشهادتك كمواطن وعملت البلاغ. هيطلع ببيان في الاخبار في الجورنال اليومين الجايين دولت. هو فعلا اتصل باحد الاشخاص وقال له ان في جهات سياديه بتحركني، وفي مش عارف ايه بيحركوني، وفي ناس من بره مصر بتحركني، وانا مش لوحدي. ولذلك جالي تليفون اول امبارح بيقولوا لي اهدى، ما كنتش قادر تصبر شويه، الوطنيه واخداك قوي، على اساس ان كان هيورطوا بعض المؤسسات في الدوله بعد تكريمه عشان يقولوا انه ما فيش دوله وما فيش اجهزه. الله الله، هذا ايوه ده الكلام وده الشغل. انا ببين لفضيلتك هم كان عايزين يورطوا مؤسسات الدوله. أيوة. ويظهروا فخامه الرئيس ويظهروا كله ان الدوله كلها مش شغاله ولا في اجهزه ولا في اي حاجه، لكن الحمد لله مش اجهزه الدوله بس، احنا ابناء مصر مع اجهزه الدوله وصحيين وشغالين، واي حد يفكر يقرب احنا مستحيل له. الله يفتح عليك ويكرمك. مش الجيش المصري بس، احنا افراد من جنود الجيش المصري برضو بفضل الله. ان شاء الله انا محتفظ بحقي في استضافتك في البرنامج كده، نسمع الناس ونلعلع الناس بقى بالمستوى الحقيقي اللي مش مضروب. الحمد لله، حافظ الله مصر وحافظ الله رئيسها وجيشها ان شاء الله باذن الله، وعاشت مصر حره ان شاء الله. امين يا رب وكتر خيرك، وشكرا ليك فضيله الشيخ هاني الحسيني. وزي ما انتم حضراتكم سمعتوا الكلام صحيح، هناك محاولات لتوريط اجهزه الدوله انها غفله ومش عارفه و و و و والحقيقه كانت في ناس زعلت قوي ان الولد اتكشف في اللحظات الاخيره قبل ما يتكرم وقبل ما يرفعوا له. وبعدين هنبعد ليه؟ ده انت عارف يعني كل شويه كل شويه يحاول الناس بتوع العفاريت يعملوا فتنه طائفيه على الهوا على الهوا، يجيب لك واحده عندها مرض نفسي معين او حاجه ويروح طالع الشيخ بلحياته المعروفة ويقول يا جماعة، والكلام ده أنا غلبت فيه، يقول يا جماعة دي راكبها اتنين نصارى. يا سلام، طب ليه ما يكونش راكبينها اتنين جن مسلمين؟ هو لازم يركبوا اتنين نصارى يعني علشان يبدأ يقلب الـ 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 الشعب المصري على بعض بمسلميه ومسيحييه. فشوف تخيل حضرتك الكلام ده عين عينك. ما انساش انا مذيعه بقى راحت لحالها كانت تجيب لك فيه، كان في مرض اسمه ايه؟ الهيموكلاريا. هيموكلاريا دوت مرض معروف عالميا بس نادر جدا ان حد يصاب بيه في العالم، لكن في مصابين في العالم. بيحصل ان الغدد الدمعيه بتفرز ماده الهيموجلوبين، خلل في الغدد او ما شابه، فبتعيط دم. لما بتعيط ايه؟ دم، لانه هيموجلوبين بدل الغدد الافرازات الدمعيه.
طلعت وقالت بصوا دي ممسوسه يا عين يا حبيبتي، وجابت واحد بقى الشيخ اياها ده اللي كان بيجي ويقعد قاعد يقول ايه ده ممسوسه دي عليها 100 عفريت، ده عليها قبيله من النصارى، دي عليها سيبوها ومين، واطلعوا محمد هو الرسول والقران. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الكلام ده، عيني عينك كده؟ وكنتوا بتتصوروا ان ده اعلام نظيف؟ هذا كلام خطير جدا، ده شغل الحقيقه بيؤدي الى نتائج وخيمه العاقبه. ان صد شخص رابط الجأش عنده حاجه اسمها البوكر فيس، بيسموها بالانجليزي كده بوكر فيس، مصطلح كده بوكر فيس. يعني ايه؟ يعني اللي بيلعبوا لعبه البوكر بيبقى قاعدين باصين لوش بعض، لو لقى في عينيه اي بهجه ولا فرحه يبقى معاه كارت خطير هينزل بيه او خلاف. فالمفروض لعيب البوكر محترف دوت، انا زي ما سمعت انا ما بلعبش بوكر بس بقول لكم، بيبقى عنده وشه ما تقدرش تقراه، ما تقدرش تقرا وشه، الراجل ده كذاب ولا مش كذاب؟ لا، الكذاب كذاب، الكذاب ده عنده خصائص اصلا نفسيه مش عند حضرتك، اهمها الثبات الانفعالي. يا راجل ده الراجل بقى المحكمه